وبالتالي هذا الاكسنتريستي اللي يصير بالبوش راح يولد دايناميك فورس. هاي الدايناميك فورس قيمته تتغير بتغير بمقدار اللود الخارجي المؤثر او ويا تتغير بشكل عام ويا التايم. اوكي، واذا هذا التغير ويا التايم دائما راح يحاول لي قوه خارجيه تاثر على هذا السيستم، واذا صارت قوه خارجيه تاثر على السيستم ومستمره معناته انه هذا عفوا صار قطع، نرجع مره ثانيه. هذا السيستم صار معناته هذا السيستم انفورسد تو فايبريت، معناته اني جبرته، انفورسد معناته جبر، انه تجبر هذا السيستم بانه يهتز بهذا الفريكونسي او بسبب هاي القوه الخارجيه، فهذا راح نسميه فورسد فايبريشن. اوكي، اذا فعندي هسه صار عندي موضوعين اساسيه. الموضوع الاول هو الفري فايبريشن، معناته هو الاهتزاز اللي يصير بالجسم بدون تاثير قوه خارجيه مسلطه عليه، بنسميه فري فايبريشن. بالمناسبه قد يكون يشبه تماما اذا ما سوينا فد مطابقه لموضوع اللي اخذته بالثالث بالهيت ترانسفير. عندي مثلا عندي فري كونفكشن عندي فورس كونفكشن. الفري كونفكشن ايضا يصير عندي انتقال الحراره لكن بدون ما اسوي اير او فلويد او ليكويد سيركوليشن، ما احتاج اسوي اي مؤثر خارجي. فدائما نشوف على اساس انه حتى الفلويد يجري وحتى الحراره من الستريم لاينز مالتها عباره عن لامينر، عباره عن خطوط مستقيمه. اوكي، لكن من يصير تخلي لك مروحه مثلا على فالجسم حار وتحاول تبرد تسوي له فورست كونفكشن، يعني تجبر الهواء البارد يروح يصطدم بهاي المادة أو النظام أو البليتنجول الحار أو البيم الحار، وبالتالي يصير عملية تبادل قسري، إنه لازم هذا الهواء البارد يأخذ كمية من الحرارة ويروح للخارج، هذه فورس كونفكشن. فتماما فري فايبريشن وفورس فايبريشن، مرة تخلي الجسم يهتز حر طبيعي فريلي بدون قوة خارجية يسمي فري فايبريشن، ومرة فورس فايبريشن لا اخلي اجبر السيستم بانه يتحرك بقوه قيمتها معلومه وبتردد ايضا قيمته معلوم. هسه اذا صارت هاي واضحه على الفري فايبريشن والفورس فايبريشن، طبعا ما راح اقرا لكم هواي لانه انت يفترض انجليزيكم واصلين بالرابع انجليزيه ممتازه. اوكي، فموضوع القراءه سهل عليكم، لكن خلينا نجي على انواع الفايبريشن vibrating structures، هاي التراكيب اللي تهتز. طبعا هنا بشكل عام عندي نوعين. النوع الاول خلينا نفعل هذا، النوع الاول هذا اللي هو نسميه ديسكريت، والنوع الثاني طبعا نسميه continuous اللي هو هذا. اوكي، فهسه نرجع على موضوعنا الاولي اللي هو ديسكريت. الديسكريت شنو اقصد بيها؟ اذا اريد نشوف معناته دي يقول which is required to define number of degrees or larges of freedom to describe its motion. It consists basically at rigid masses supported by stiffness member and damper. معناته هذا الديسكريت سيستم، هذا الديسكريت ستراكشر عباره عن ستراكشرات او الانظمه الموجوده مثل هذا النظام او هذا النظام او هذا النظام او هذا النظام هذا النظام او هذا النظام. شوفوا شنو التشابه بين هاي الانظمه. التشابه بانه القى قيمه حقيقيه للسبرينج، القى سبرينج حقيقه. هذا اللي نشوفه، خلينا نفرض مثال السبرينج مالت القلم مثلا، هذا يسموه ديسكريت سبرينج. القى كتله حقيقيه، هاي رينج كتلة حقيقية موجودة، كتلة تحرك حركة خطية. ألقى سبرينج هذا، ألقى هذا السلندر أيضا، وألقى كتلة قيمتها عبارة عن بيم، هذا عبارة عن بيم والبي كتلة أمي 3. بعد مثلا ألقى سبرينج قيمته كي واي 9، سبرينج حقيقي. ألقى كتلة حقيقية، ألقى سبرينج هذا حقيقي، ألقى سبرينج حقيقي وكتلة. معناته أنا بأي سيستم ألقى بي كتلة حقيقية ديسكريت، معناته ديسكريت مو معناته حقيقي، معناته كتله موجوده، يعني سيستم لكن بيختلف من مجموعه من الاجزاء، وهذه الاجزاء هي سبرينج وماس ودامبر. اوكي، فهاي الانظمه شو نسميها؟ نسميها ديسكريت ستراكشر. وطبعا هاي الشرطه، لا الشغله الاولى، الشغله الثانيه بانه هاي السيستمز بها عدد فاينايت، معناته محدد من ديجريز اوف فريدم.
ما ممكن يكون عندي ديسكريتي لعدد غير محدد، يعني يكون السيستم كلش كومبليكيتد وحتى بالديزاين يصير كومبليكيتد. اوكي، فالشرطين الاساسيات اللي الديسكريت ستراكشر بانه متالفه من ديسكريت سبرينج ماس دامبر اولا، وثانيا بها فاينايت نمبر اوف ديجريز اوف فريدم، قد يكون سنجل ديجريز اوف فريدم، تو ديجريز اوف فريدم، او مالتي ديجريز اوف فريدم. كلهم راح ناخذهم بالموضوع القادم ان شاء الله. لكن الهم المهم انه عرفنا هاي هيك تراكيب من اشوفها مرسومه من اشوفها واقع الحال هي عباره عن ديسكريت سيستم. النوع الثاني اللي هو الكونتينوس ستراكشر، اللي هو الكونتينوس سيستمز او الكونتينوس ستراكشرز. طبعا اللي هنا ما راح القى ديسكريت سبرينج او ديسكريت، ما راح القى فيت سبرينج حقيقي موجود مثل مادة القلم، او كتله مثل الحلقه اللي احنا لابسيها، او بيم مثل القلم اللي احنا نستخدمه. ما راح القى هالشيء، راح القى عباره عن فقط بيم، وهذا البيم اما يكون 1D 2D او 3D، معناته اما 1 ديمنشن 2 ديمنشنز او 3 ديمنشنز. بالمناسبه الناس وصلت هسه لل 11 ديمنشنز، يعني لحد الان فكره غير ما متقبليها، لكن اكو نظريات اللي هي بدأت يشتغلون عليها جماعة الفيزيكس، اللي هو فد نظرية يسموها Fundamental Theory of Everything. أكو مناقشات حادة حسب في الوقت الحالي بين العلماء بين أصحاب الاختصاص، لكن لحد الآن ما وصلوا عليه. موضوعنا إنه أكو احتمال هذا البيم يكون 1D أو 2 Dimensions أو 3 Dimensions. على كل حال الفكرة الرئيسية إنه ما راح نلقى يعني سبرينج مثل ما شفناه في ديب هذا، مثلا مثل ما شفت بهذا النظام. شوفوا هذا عباره مثلا عباره عن سمبلي سبورتد بيم، هذا هو البيم اوكي، ما بي سبرينج، لكن هو يهتز، معناته اكو سبرينجات موجوده بالداخل. فاذا ابا على المايكروسكيب مايكروسكيل احتمال يكون ما نسوي له فيت فورموليشن، اقول طالما هو هذا البيم ممكن يتحرك مثل المسطره المسطره يعني اوكي، من الطيه حركه تبقى تتسدد المسطره تتحرك لحد ما تصل الستيد ستيت بعد فتره، معناته هذا جسم مهتز. واحنا هسه قبل شوي قلنا اي سيستم اللي قابل على الاهتزاز قلنا عرفناها كيبل تو فايبريت اور تو اوسيليت، لازم بيها تو كونديشنز، الاول هو الماس والثاني هو الالاستيسيتي. اوكي، المسطره بيها كتله قيمتها، لكن وين السبرينج؟ اذا طالما اكو اهتزاز اذا لازم اكو شرطين، واحد من شروط الماس هي موجوده، لكن الشرط الثاني اللي هو شنو؟ الالاستيك ممبر، معناته اكو سبرينجات لكن هاي السبرينجات مخفيه، بدونها ما يصير فايبريشن، لكن طالما اكو فايبريشن اذا اكو سبرينجات. وهذا النوع من انواع الستراكشرز يسموه كونتينوس ستراكشر، معناته تراكيب منتظم او مستمره، معناته ما عندي سبرينج، عندي مجموعه سبرينجات مستمره بترتيبها اوكي، لكن هي يعني كلش فاين، كلش ناعمه، كلش قليله، مو قليله لكن كلش صغيره بحجمها. قيمه الكي مالتها الالاستيك او الالاستيك موديولس او الالاستيك ستيفنس يعني تعتمد على نوعيه الاستراكشر. لكن على اي حال، على كل حال اكو قيمه للكي. هسه شلون احلها؟ شلون اسوي لها ماثيماتيكال موديلنج؟ شلون احلها بالفاينايت اليمنت ميثودز؟ شلون احلها بالكلاسيكال بيم ثيوري؟ كل هذا مو شغلتنا، شغلتنا بانه ليس معنا كونتينوس لانه ما عندي سبرينج ديسكريت. الشغله الثانيه سميناها كونتينوس لانه تشوفون الماس موزعه بشكل منتظم او بشكل معين على طول الدومين مالت البيم، وبالتالي معناته انه الماس كونتينوسلي ديستريبيوتد، وهذا الاساس اللي خلينا نسميه هاي الستراكشر بالكونتينوس بيم او كونتينوس ستراكشر، بانه الماس ما دائما متوزعه بشكل مستمر. اوكي، الشرط الثاني انه بها التعريف او الجزء الثاني ذاك قلنا في السكريت قلنا بي فاينايت نمبرز اوف ديجريز اوف فريدم، هنا بي انفاينايت نمبر، باعوا انفاينايت نمبر معناته عدد غير محدد من ديجريز اوف فريدم. هسه السؤال ليش عدد غير محدد؟ لانه كل باحث كل طالب من عندكم من راح نصل لهذا الموضوع راح بيقول انا حتى حل هذا البيم راح اقسمه الى مجموعه من الاليمنت، او حتى اكو طالب يقسمه اليمنت تو اليمنتس، اكو طالب يقسمه 100 اليمنتس، اكو طالب يقسمه 1000، اكو طالب يقسمه 10. كل الحلول ضمن رينج معين تكون مقبوله، وما اقدر اقول له تاخذ، وبالتالي اللي ماخذه 2 اليمنتس الديجريز اوف فريدم مالته تختلف عن الطالب اللي ماخذه 100
elements وأن تختلف عن طالب الذي ماخذ ألف elements أوكي لأنه الالف degrees of freedom العلاقة أو تزداد تناسب تزداد مع زيادة الـ number of elements اللي نختاره وهذا هو اللي